على الترابيزة كلنا عشان نعيش أجواء عائلية، عشان نكون كلنا ملمومين مع بعض، نحس ببعضنا، ما نقعدش نلعب على التليفون كل الوقت، مش عشان ناكل عشان نروح أو عشان مثلا نروح الجيم. طبعا ولازم نروح على سبور ونعمل الجيم طبعا. وده مهم جدا والكثار. وإحنا مش مضطرين، هو أنا لما بتكلم لازم الكل يسمعني. أوفر أوفر انجازي انجازي. لا ما هو لازم تسمعي حبيبتي، انت رتمك بطيء قوي. انا قصدي لما انا بتكلم يعني اسمعوني زي ما انا بسمعكم، عشان انا اي ريسبكت وي ريسبكت ايتش اذرز، يعني انا بحترم ان انتوا ان انا بسمعكم، بركز معاكم قوي وبديلكم الوقت اللازم انه انتوا تتكلمون مع المشاهدين الموجودين في بيوتهم واللي هم بيحضرونا وموجودين معانا، واحنا لازم نحس فيهم. وانا كمان عايزه نفس الحكايه، عايزه اتكلم معاكم وانتوا حبايبي، بس عايزه اتكلم كمان مع الناس بتتفرج عليا، وعايزه اقول لهم الحكايه اللي هم نفسهم يسمعوها، فما افتكرش في حاجه غلط. احنا مش مدين هدى فرصه تتكلم؟ ده هي عقبال ما تتكلم تكون 10 حلقات عدوا. ما احنا عمالين نقول لها بسرعه شويه هدى، بسرعه شويه هدى. لا انا فاهماها، هي يعني متخيله ان البطء ده هتطول مع الكاميرا، مش بالحركات دي يا هدى. هدى شافت ان انا مش مدين لها فرصه تتكلم. اكشلي هدى في الحلقه النهارده كانت بتتكلم كتير قوي قوي، بس الموضوع بيطول جدا واحنا يعني عندنا وقت للحلقه، فلما بلاقي الموضوع سحب منها بخش عشان نخلص نخش في التوبيك اللي ورا. طبعا كل المناسبات والاعياد لازم ما ناكلش فيها، لازم نعمل فيها الجيم وناكل ونعدل في الاكل. يعني انا المحشي بقى قدامي وانزل اعمل جيم كده. طبعا فاصل وانا سبت لك الجيم يا بتاعت الجيم. أنا عايزة